أنا يعني فرصة الصيف كنت متواجد يوميا في المدرسة، تحضير برامج، تحضير، بما إن إحنا السنة فتنا على أوفك 11، قمنا بتحضير 3 غرف اللي هن بسموه البارتنيت للطلاب، في تعليم فردي مع 3 4 طلاب أو 5 طلاب مع المعلم. قمنا بتحضير هاي الغرف مع مكيفات، مع كراسي، مع طاولات، كله مرتب. وقمنا بتحضير المدرسة كلها طبعا. هسه المدرسة فيها كلها كراسي جديدة وطاولات جديدة من الصف الأول للصف السادس. المدرسة جاهزة على أتم ما يمكن. عدد الطلاب بالمدرسة 350 طالب من الأول للصف السادس، وفي عنا صف تطويري اللي هو صف يعني على مستوى صف أول ثاني، وهي أول مرة بيعمل لي من عمر صف من هذا النوع. عدد الصفوف عندنا 12 صف من أول لسادس، زائد الصف التطويري 13 صف. البرنامج جاهز للمعلمين، في بعض شوية نقص في التيكن المدرسي، نتأمل إنه خلال جمعة أو جمعتين إنه كل التيكن يكون جاهز، كل مربي موجود في صفه، كل معلم موجود في صفه. وفتنا المدرسة إن شاء الله كيف بنسمي برجل يمين، ونتمنى إن شاء الله النجاح للطلاب وللكل.